Problem 4, first exam February 2020, بيقول two blocks are connected with a massless rope and rest on a frictionless surface. They are pulled by a force F equals 100 newton that is applied on M1. Given M1 equals 8 kilogram, M2 equals 10 kilogram. في البارت يقول find the tension force between the two blocks. يعني لازم نقطع وندرس إما يمين أو يسار. What is the net force acting on M2؟ لو قطعت هيكون عندي acceleration مجهولة، كده كده عندي acceleration مجهولة سواء قطعت أو ما قطعتش، ويكون عندي tension. فنجيب acceleration قبل ما نعمل cutting عشان تساعدنا في إيجاد tension. يبقى هدرس السيستم as a whole، هقول سيجما كل الفورسس اللي عندي يساوي كل الماسس اللي عندي في الاكسلريشن، والاتجاه البوزيتيف مع الفورس. ما عندناش فريكشن، قال لي فريكشن ليس سيرفيس. لو طبقنا مفيش الا الفورس والتو تنشنز يمين ويسار يضيعوا بعض، عندنا كتلتين واحدة 8 الام 1 واحدة 10 في الايه. احسن نكتبها قوانين الاول، هقول ام 1 بلس ام 2 اعوض، يبقى 100 equals الام 1 ب 8 والام 2 ب 10 والاكسلريشن مجهولة. اذا الاكسلريشن equals 100 تقسيم 18، يعني يديني 5.56 والوحدة متر بير سكند سكوير. مش ده المطلوب، المطلوب نجيب التنشن. يبقى نقطع وندرس اما البلوك اللي هو M2 او البلوك M1. الام 1 هيكون عليه فورس اف وعكسه التنشن، الام 2 مفيش الا التنشن. فلو درست الام 1 هقول سيجما الفورس ايكوالز ام 2 في الاي، والاتجاه الموجب مع نفس اتجاه الاكسلريشن. دايما خلي اتجاه الموجب مع الاكسلريشن، اللي مع الاكسلريشن يبقى بوزيتيف واللي ضدها يبقى نيجاتيف. يبقى تي مفيش غيرها ايكوالز الام 2 اللي هي قيمتها 10 في الاي اللي هي 5.56 ايكوالز 55.6 والوحده نيوتن. جبناها من دراسه الام 2 كان كافي، ولكن ممكن ناكد شغلنا بدراسة الام 1 معادلة نيوتن اللي هي الثانية سيجما الاف ايكوالز ام 1 في الاي نفس الاتجاه البوزيتيف. عندنا اف عكسها تي ايكوالز الام 1 في الاي، الاف ب 100 ماينس التي مجهولة عايزينها، الام 1 ب 8 والـ 5.56. إذن الـ T equals 100 minus 8 times 5.56 يديني 55.52. أوكي، نفس القيمة تقريبا. طبعا من نتيجة التقريب في اختلاف بسيط. ده البارت الاولاني. البارت الثاني طالبات الدانيت فورس اكتنج اون ام تي ام 2 اللي هي على اليسار، الام 2 ممكن نرسمه هنا تحتي ام 2 مفيش الا
هو طالب النت فورس، يعني ما يهمناش بقى اكتب تي ولا، يعني ممكن يكون في تنشن وفي فريكشن، فاكتب اف نت. حتى لو عندي فريكشن وقوة تالتة ورابعة يعني لو قال لي على ام 1 ما كنتش احط اف وتي، كنت احط اف نت. ما يهمناش بقى التفاصيل بتاعت الفورس، احنا عايزين الاف نت. هقول سيجما الفورس تساوي الام 2 في الايه، اتجاه الاكسلريشن يمين. اذا الاف نت لو عندك مليون قوة هي اف نت، مالكش دعوة بالتفاصيل، عايزين المحصلة. ام 2 ب 10 ال A ب 5.56 equals 55.6 نيوتن. يبقى دايما لما يسألني ال F net ما فصلش في القوة، أشيل كل قوة وأحط مكانها F net وأحسبها باعتبار إن ال F net بتساوي M A طبقا للسكند نيوتن زلو.